وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم نبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، أو على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها ترغيب في صلاة الرحم والحث عليها ولو كانوا ليسوا مسلمين، فإن صلاة الرحم قد تسبب دخول الكافر في الإسلام، قد يكون فيها تأليف لقلبه، كما تقدم في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: رسول الله، إن أمي قدمت علي من مكة على الهدنة وهي كافرة، تريد أن أصلها؟ قال النبي: صليها، يعني صلي رحمك، صلي أمك بالمال بالمعروف. وهكذا قوله جل وعلا في الكافرين لولدهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، والله جعل المؤلف قلوبهم حقا في الزكاة وفي بيت المال من باب الدعوة إلى الله والترغيب في الإسلام والاستقامة عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن آل أبي فلان ليسوا لي أولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها، مثل ما تقدم في نذارته لقريش وغيرهم: إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بصلتها، صلة الرحم بمنزلة إطفاء الحرارة، الشيء الذي فيه حرارة إذا يبل تطفأ حرارته أو يلين، فهكذا الصدقة تطلع الحرارة وتلين القلوب، والصلة كذلك. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاة الرحم حتى مع أقاربه الكفار، إذا كانوا ليسوا حربا لنا، بينه وبينهم هدنة وأمان يوصلون، كما كان عمر يصل أقاربه في مكة في وقت الهدنة، وكما وصلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أمها وهي كافرة في حال الهدنة. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فإذا كان بينه وبين هدى فلا بأس أن نبرهم ونصلهم، رجاء أن الله يهديهم، رجاء أن الله يجعل في قلوبهم محبة الخير والإيمان. فالحاصل أن السنة للمؤمن أن يحرص على صلة الرحم، بل هي واجبة من واجبات الإسلام والقطيعة من المحرمات. ويقول صلى الله عليه وسلم: سأله الرجل عن عمل يدخله الجنة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فجعل صلاة الرحم من أسباب دخول الجنة، كما أن قطيعتها من أسباب دخول النار، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وفي حديث سلمان بن عامر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سلمان رضي الله عنه: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. هذا يدل على استحباب الفطر على التمر، إلا إذا وجد رطب فالرطب أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوة من ماء. ثم قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم ثندان صدقة وصلة. فإذا صدق على قريبه أو أهدى إلى قريبه صار فيها فائدتان: صلة الرحم ومواساة الفقير والإحسان إليه. وإذا كان أجنبيا كانت صدقة فقط، فالصدقة على الأقارب فيها ثلاثان: صدقة وصلة، صلة الرحم، والتقرب إلى الله من مواساة الفقير.
وفق الله. أحسن الله إليك، من له رحم يستغيث بالقبور هل يزوره؟ إذا كان في وقت أمان يعلمه ينصح له، لكن ما بينه وبين الحرب. رجل مسلم يزور القبور لا رحمه ينصح، لا يتخذ صاحبا، ينصح له يعلمه، يعلمه الدين. أحسن الله إليك بارك الله فيك. في رجل عمل حادث صدم سيارة وكلفت سيارة تقريبا 10,000 أو 13,000، هل يجوز ندفع له الزكاة؟ إذا كان فقير نعم، هو يأخذ راتب لكن عنده عائلة. إذا كان فقير راتب ما يكفيه تصدق عليه يعني، عشان هذا جت يعني ظرف طاري يعني. إذا كان فقير ما يستطيع يصدق. يقول لا يكفيني سلامك وإنما أن تقبل عزيمتي، ولا أستطيع أن ألبي عزيمتها أو دعوتها، فهل أكون واصلا أم قاطعا؟ فاتقوا الله ما استطعت، إن استطعت قبول العزيمة من صلاة الرحم، تلبية الطلب من صلاة الرحم، إجابة الدعوة من صلاة الرحم. إذا بحال حال مرض أو سفر ما استطعت أو يستحق الهجر تعلمه بالعلة، تعلمه بالعلة التي تمنعه من صلته. إذا السفر أحسن الله إليك معول إن شاء الله. أحسن الله إليك. يشترط تبييت النية في صيام 6 من شوال؟ إيه أفضل يعني، حتى يكون أفضل، لو صام من أثناء النهر لا بأس، لكن ما يكون صومه كامل إلا إذا بيت النية، صام يوما كاملا، ولا يكون صومه ناقص. إذا صام من أثناء النهر كان صومه ناقص. صلى الله عليك. في درجة حديث سلمان بن عامر صلى الله عليه. صحيح. أحسن الله إليك. رجل جبان يخاف من حيوانات من حشرات، هل يسقط عنه الجهاد؟ ويخاف من الليل بعد. رجل جبان يخاف من الحيوانات ومن الحشرات ويخاف من الليل. لا إن شاء الله، إذا مع أخوانه تشجع. إذا جمع أخوانه مجاهدين تشجع إن شاء الله. حتى يخاف ما؟ لا لا بعد. اتركه. يروح مع أخوانه ويشجع إن شاء الله. أحسن الله إليك. زيارة بمثل أحسن الله عملك، بعضهم يقيس على أنه مثلا إذا زاروه زارهم أو إذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل اللي ما يكافيهم، يقول ما جوني من أبجائهم، لا يروح لهم يحسن إليهم ولو قطعوهم ولو أساءوا. صلى الله عليك. هكذا كمان. اللهم استر.